فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا مسجد في بلدنا، إمام الجمعة يستشهد في خطبته بأحاديث ضعيفة وموضوعة، يقول: هل يجوز حضور جمعة مثل هذا؟ وهل إذا حضرنا فسمعنا هذه الأحاديث لنا أن نخرج؟ إذا تيقنتم أنه يستشهد بأحاديث موضوعة مكذوبة ونصحتموه ولم يتراجع فلا تصلوا معه. أما مسألة أحاديث ضعيفة الأمر فيها يتسامح فيه، لكن موضوعة لا، إذا تيقنتم أنها موضوعة لا تصلوا معه، وأبى هو أن يتراجع. نعم، يعني يجيب كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.